الحاجة الثالثة انه المغرب لا تنتهي من النجوم والمهارات، ما بتخلص. بسم الله ما شاء الله. يعني لامين يامال يبتعد عن المغرب ويقرر ان هو يلعب لاسبانيا، في اسماء كتير موجودة وتقدر تعوض. المغرب تحقيق الفوز ده، وهبدأ الاول بتصريح سعيد شيبة، كابتن سعيد شيبة المدير الفني للمنتخب. اولا الثقة فيه من معسكر اعدادي محترم لعبوا فيه في انجلترا وفي اسبانيا وفي كذا مكان. حاجة تانية تكوين هذا المنتخب والصبر عليه. حاجة التالتة الثقة ان انت حتى لو انت ما خدتش كاس الامم اللي فاتت، فانت في النهاية الراجل اللي احنا واثقين فيه. التارجت يعني مش انك تكون فائز وخلاص، بس انت عملت جيل محترم من لعيبة محترمة، فلازم نكمل معاك المسيرة لحد الاخر، ودي التجارب اللي بتنجح. فالراجل ده بعد ماتش اندونيسيا، عايزين نبص على الكلام مع بعض لانه كلام مهم جدا. نبص مع بعض. اولا كابتن سعيد كان بيتكلم وهو المدير الفني للمنتخب.